نعم حقيقة، يعني نبتدئ من تصريح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السيد فولكر هورن الذي ندد بقضية الإعدامات في إيران، وحسب ما صرح به يعني قال أن هذا العدد الهائل من الإعدامات يرقى إلى أن هناك إعدامات ممنهجة، أي هناك تبني من قبل الدولة، وهذا يعتبر يعني تصريح خطير و يعني واضح بقضية الإدانة لإيران بقضية انتهاكها للقانون الدولي الذي يعني لديه معايير خاصة بأحدى يعني الحد الأقصى للإعدامات. وبالنسبة لقضية إعدام اليوم، هو هذا سلسلة من قضية الإعدامات التي تجري في إيران. أعتقد أنه إيران خلال أسبوع، يعني في الأسبوع الواحد يتم إعدام أكثر من 10 أشخاص، إضافة إلى هذا العام تم إعدام أكثر من 109 حسب تصريح الأمم المتحدة، وكذلك في العام الماضي أكثر من 580 حالة إعدام. طبعا هذه الأرقام التي ذكرناها لحضرتكم أكيد هي أرقام غير دقيقة وغير مؤكدة، يعني بمعنى أن هناك أرقام أعلى على مستوى يعني قضية المحاكمات التي تجري من ناحية يعني إيجاد أن يكون يفترض أن يكون هناك محامي يوكل عن قضية المتهم، فضلا عن نسبة الإعدامات التي كانت في قضية الحريات، وإضافة إلى فقرات أوجدها النظام الإيراني وهو أيضا يتعارض مع معايير حقوق الإنسان والأنظمة الدولية. إذا يجب على إيران أن تعي أنها جزء من منظومة دولية، وعليها أن تحترم القانون الدولي الذي يعني يحرم ويجرم كل هذه التصرفات التعسفية. أعتقد الإدانات التي هي متواجدة الآن على مستوى الخبراء الأمميين منظمات حقوق الإنسان لا تكفي، بقدر ما أن يكون هناك يعني قرار رادع. وأعتقد أنه حاليا إيران هي في طور مباحثات وكذلك زيارات من يعني مبعوثين دوليين، إضافة إلى شخصيات من المجتمع الدولي، فضلا عن زيارات من الدول يعني الخاصة في كزيارة السعودية وما ذلك. أعتقد يجب أن تكون هناك رسائل يتم إيصالها إلى إيران، وعلى النظام الإيراني أن يستمع لهذه الرسائل من باب تخفيف يعني وطأة الإعدامات التي أعتقد أغلبها تعارض يعني القانون الدولي. نعم سيد علي، يعني مع هذه الأرقام التي ذكرتها حضرتك، ما المخاطر التي تهدد الشارع الإيراني في حال استمرار السلطات الإيرانية بهذه الانتهاكات؟ سيدتي الكريمة، نحن يعني مدافعين عن حقوق الإنسان وكمراكز ومنظمات معنية بحقوق الإنسان ولدينا تواصل مع المجتمع الدولي، ندعو إيران والنظام الإيراني إلى احترام حريات يعني التعبير عن الرأي، وكذلك عليها أن تستمع إلى الأصوات المعارضة، علما أن هناك فقرة قانونية لدى المشرع الإيراني يجيز حالة الإعدام لكل من يعارض سياسيا، وهذه تهمة جاهزة، أي بمعنى أنها كل من يعارض هناك سوف يقع بهذه الفقرة القانونية. أعتقد أن يعني كما قال السيد فولكر هورن المفوض السامي لحقوق الإنسان أن هناك تهمة جاهزة للمعارض السياسي، وهذا يقوض عملية حريات التعبير. إذن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان ندعو النظام الإيراني إلى احترام حرية التعبير، ويجب أن تكون هناك إصلاحات في بعض الفقرات القانونية، كما نحن الآن في العراق طالبنا المشرع العراقي أن يكون يعني تعديل ببعض فقرات حريات التعبير، فقرات قانونية تهدئ من يعني الاحتقان الشارع. كذلك في النظام الإيراني عليهم أن يكون يعني هناك يعني احترام لحرية التعبير من خلال إيجاد فقرات قانونية تتيح لحرية التعبير. كذلك يجب أن يكون هناك إلغاء بعض الفقرات التي يعني يعني وضعت كل من يعارض سياسيا بفقره الاعدام. عليها ايران ان تحترم المجتمع الدولي وان تكون جزء يعني ايجابي، لا ان تكون هناك يعني عمليات تقوض عمليه يعني المباحثات والاصوات التي تندد بكل هذه الممارسات. ايضا شيء مهم جدا، ايران الان في عمليه تهدئه من باب ملفها النووي. أعتقد عليها أن تفكر سياسيا بكيفية استقطاب المجتمع الدولي، وأن يكون هناك أجواء إيجابية من خلال ما يطالب به منظمات حقوق الإنسان.
لذلك عمليات الإعدام هي مخالفة القانون، وهذه المخالفة إن استمرت إيران بهذا الوضع بالتأكيد سوف تكون هذه كلها ملاحظات سلبية في سجلها، أقصد في سجل الحكومة الإيرانية وأجهزتها التنفيذية. نعم سيد علي العبادي رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان، كنت معي من البصرة، أشكرك جزيل الشكر.